أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من هناك، ونتابع فيه تقارير شتى من مراسلينا في كل مكان. تنظم المخيمات الصيفية في المغرب هذا الموسم تحت شعار فضاءات للتنمية والإدماج، ويستفيد من البرنامج الوطني للتخييم 100,000 طفل من مختلف أنحاء البلاد، من بينهم قطاع الكشافة والمرشدات. مراسلنا عزيز فتحي رافق فئة من هؤلاء في غابة المعمورة، إحدى ضواحي العاصمة المغربية. انتهت مرحلة تخييمية وبدأت أخرى. 6 فروع من مختلف جهات المغرب تحل في هذه المرحلة بمخيم عبد الكريم فلوس الواقع في غابة المعمورة بسلا. من بين الوافدين على المخيم من تحمل عناء السفر لساعات طوال، وذاك هو حال القادمين من مدينة العيون التي تبعد عن سلا نحو 1200 كيلومتر. كانت رحلة شاقة، انطلقت يوم أول أمس الساعة 6 مساء، وتم الوصول هنا في الساعة 2، إذن حوالي 20 ساعة كانت شاقة، ولكن الحمد لله وصل الأطفال في حالة جيدة. لقينا استقبال من طرف ممثلي الشباب والرياضة، من طرف القادة ديال المنظمة المغربية الكشافة والمرشدة، المشكورين اللي حافوت الاستقبال ورحبوا بنا في هذا المخيم. تطلب الوصول إلى مخيم غابة المعمورة همة عالية من أبناء وبنات العيون، وتلك الهمة هي سلاح لنادي التحدي للأشخاص في وضعية إعاقة. ينشط النادي منذ 30 سنة لمساعدة الرياضيين في مدينة فاس من ذوي الهمم في ميادين السباحة وحمل الأثقال وألعاب القوى وكرة الطاولة والكرة الحديدية وغيرها من صنوف الرياضات، ويأتي الصيف ليفتح نافذة لتعلم مبادئ العيش المشترك في فضاء طبيعي هو غابة المعمورة. ولاد صغيرين كيجيو باش كيتعلموا مبادئ التسيير، مبادئ أخلاقية، لأن مازال صغير اللي فطمتيها ليه غادي يتعلموا، لأنه في الظرف هذا أكيد كيتبعوا إنسان كبير وكيقولوا هذا عنده حق، الفطرة هكذاك. اوكي، والحقيقه كيعطيو نتيجه. عندي 32 سنه ديال التخييم والحمد لله دازوا على يديا الوليدات. دابا الان عندي قاده من داك الشرفع وكيمشيو، هما اللي كيمشيو المخيمات، انا غير كنلاحظ فقط ومخلي لهم هذا المجال باش حتى هما عاوتاني باش كنعطيو المشعل. الان غنقوموا بالتوزيع ديالكم على حسب المراحل الكشفيه، كاين الاشبال والزهرات كشافوا مرشدات والجواله ثم المتقدمين. التقسيم اللي غنديرو هو اللي غتبقاو خدامين به دائما. ترعرع توفيق داخل هذا الجو الجماعي حتى صار قائدا يؤطر البراعم والأشبال والكشافة المبتدئين منهم والمتقدمين. تتمثل الخطوة الأولى بعد الوصول إلى المخيم في تقسيم المستفيدين حسب الفئات العمرية ووفق المنهجية المعمول بها في نظام الكشافة. العدد من هذه الفئه ما كيتحركوش صراحه، لان كيبقى الحركه ديالهم في داخل المدينه ديالهم كتبقى محدوده، ولكن الحمد لله كنلقاو يعني المتنفس الوحيد هو هذا المخيم هذا. يعني لولا هذا المخيم راه كيبقاو حابسين الديور ديالهم والمنازل ديالهم، راه ما كيمشيو حتى شي بلاصه. كشافنا يحمل البشرى، امتنا تحفظ الذكرى. يبدأ الكشاف برعما فشبلا، ثم يتدرج في مسار طويل يتوج بصفة الرائد الذي يحتفظ بدور شرفي وتوجيهي، ويترك الرواد المجال للأجيال الجديدة لاتخاذ القرارات القيادية دون التدخل بشكل مباشر في تفاصيل الأنشطة الكشفية. من 7 ل11 حتى 12 عام هادو الأشبال، من 12 ل14 كيكون الكشاف مبتدئ. كشاف مبتدئ كيجي موراه كشاف متقدم، كشاف متقدم اللي كاين من 12 ل15، 15 16، وفورا صافي كشاف متقدم موراه كتدخل فئه القاده اللي هما حنايا اللي كنسهروا على التعطير وكل شيء في هذا المخيم.
انخرطت هبة في المنظمة المغربية للكشافة والمرشدات بتشجيع من والديها، ثم اقتنعت في مرحلة لاحقة بجدوى خوض تجربة التخييم بعيداً عن الجو الأسري. بعد أن وقع الاختيار على مخيم المعمورة في ضواحي العاصمة المغربية، تعول هذه الفتاة كثيراً على برنامج المخيم لإنعاش رصيدها المعرفي بمهارات جديدة. جيت لهنا باش نستكشف حاجات جديدة وأصدقاء جدد ونتعلم كيفاش نعول على راسي، نصوب كل شيء راسي، ولكن ما تقدرش تبقى 12 يوم بلا ماماك وباباك، صعيبة بزاف، ولكن ماشي مشكل، وأنا متقوية وغنتغلب على داك الشيء، ولكن غنبقى نعيط لهم في التليفون. أول ما يفعله الكشافة عند اللقاء هو توجيه التحية، وتحيتهم تؤطرها ثلاثة واجبات نحو الله والذات والآخرين. ويضم قانون الكشافة 11 بنداً تعتبر جميعها من فضائل الصفات. يتصف الكشاف بالصدق والإخلاص، ولا ينفع إلا أن يكون نافعاً للمجموعة التي ينتمي إليها، وهو ودود مؤدب رفيق مطيع، يقابل الصعوبات بصدر رحب، ويتصف بالاقتصاد والنظافة والشجاعة. الأصبح هذا يمثل الواجب نحو الله سبحانه وتعالى في العبادة والتقرب إليه وعدم يعني فعل المنكرات والفواحش، وكذا الواجب نحو الذات بتطهيره والنظافة ونظافته، وثم الواجب نحو الغير. فهالثلاث هذو يعني هما الواجبات والمبادئ الحركة الكشفية هما ثلاث. كذلك عندي هذا الأسبوع اللي شفته ولا لاحظته، هذا الأسبوع هذا هو القوي يحمي الضعيف، فهذا الأسبوع عندنا ضعيف وهذا الأسبوع قوي، فالقوي يحمي الضعيف، وعندنا هذا خاتم الأخوة الذي يربط كل كشاف بأخيه. إننا نبني البطولة هنا ونسوغ الزهر من أكمامه. من مميزات الحركة الكشفية الاعتماد على النفس، وهي خصلة تواكب الكشافة طيلة مساره التدريبي، ويتاح للمستفيدين من مختلف الأنشطة المبرمجة التعلم بالممارسة. يساعد على ذلك تقسيم الكشافة إلى مجموعات صغيرة. نحاول نخرجهم من المعضلة الحالية اللي هي السمارتفون والهواتف الذكية إلى جو المخيمات الصيفية وجو الاعتماد على النفس، ويعيشوا أجواء من الأناشيد، أجواء من الورشات، كذلك أجواء من المتعة والاستمتاع يعني بالغابة، ثم يعني الذهاب والاستحمام في الشاطئ. هذه كلها أمور اللي هي كنركزوا عليها من خلال البرنامج الكشفي ديالنا، كذلك إضافة إلى مجموعة من الورشات الخاصة يعني بحقوق الطفل، الورشات الخاصة بالرسم والفن التشكيلي، الورشات الخاصة السياسة العالمية للحماية من الآباء، وهذه سبق لها الحركة الكشفية على المستوى التربوي على المستوى الوطني والمستوى العالمي. الطاقة ديال السنة كلها ديال التمدروس كنحاولوا نخفوا داك العبء ديال التمدروس ونهيئوا لواحد المجموعة من البرامج والأنشطة اللي كتدخلنا داك الطفل وداك التمييز، لأن الأغلبية ديال الأطفال اللي هنا متمدرسين سواء يافعين أو أطفال، فهم كلهم متمدرسين. فهاد الجو اللي تيقضيو خلال الصيف في المراكز ديال التخييم تيكون قيمة مضافة لهم، وكتهيئوا نفسانيا باش يستقبل الموسم الدراسي بواحد الأريحية. هو أكثر من مخيم، فالكشاف ملتزم بوعد وقانون، وعلى رأس التزامات الكشاف أن يرتدي في نشاطه العام زي رسمية يطوقه بأخلاقيات وقواعد هي من صميم مبادئ الحركة الكشفية. بصوب المشرق ناطقات بالمفاخر عربية السماء. عزيز فتحي، سكاي نيوز عربية، سلا، المغرب. فتحت استوديوهات شركة إنتاج أبوابها للزوار لخوض تجربة التجول في مواقع تصوير أكبر المسلسلات التركية مثل قيامة أرطغرل والمؤسس عثمان،
اللذين تابعهما مئات الملايين من الناس في أنحاء العالم بعدة لغات من بينها النسخة المدبلجة بالعربية، ويحمل المكان زواره في رحلة عبر الزمن من خلال المعالم التاريخية والأزياء والمعدات التي صممت جميعها خدمة للصورة التاريخية. مراسلنا محمد المشهراوي يأخذنا في جولة وراء كواليس تلك المواقع. ماذا لو دخلتم إلى عالم الدراما من بوابة غير تلك التقليدية التي تتيحها لكم شاشات العرض؟ هذا ما يحدث في اسطنبول هذه الأيام. مواقع تصوير أشهر المسلسلات التاريخية التركية مثل عثمان وقيامة أرطغرل فتحت أبوابها أمام عشاق هذه الأعمال لخوض تجربة فنية استثنائية، تجربة تقوم على التجول داخل طرقات وشوارع ومعالم المسلسلات بما يخلق معايشة واقعية حية لبعض أحداثها. مع بدء العمل في مسلسل قيامة أرطغرل فكرنا أن نجعل من موقع التصوير معلما، فقد أنشئت القصور والبيوت والأسواق والخيام وصرفت أموال طائلة على المشروع، حتى اشترينا أرضاً خاصة بنا لننشئ عليها كل هذا. لم نرغب أن ينتهي المسلسل ويصبح كل هذا بلا فائدة، فذلك هدر للمال والطاقات المبذولة. المسلسل بعد انتهاء عرضه بدأ يدر إيرادات جديدة على منتجيه من باب جديد. تاريخ yolculuğuna çıkıyoruz aslında. Bizim بفتح المكان أمام الزوار هذه فرصة لهم للتفاعل مع القصة بشكل أكبر. نقدم بذلك واحدة من التجارب المميزة ليعيشها الزائر لمثل هذه القصة الإنسانية والتاريخية، فالزوار يستطيعون مشاهدة قصور العصور الوسطى ليكونوا جزءا من الحكاية. في وقت قصير منذ الإعلان عن فتح المكان للمحبين والمعجبين توافد عدد كبير منهم لخوض هذه التجربة التفاعلية النادرة. سبحان الله، كانت تجربة جدا جميلة بالنسبة لنا احنا، ان احنا حالفنا الحظ ان احنا نكون موجودين هنا في نفس التوقيت اللي فتحوا فيه الزيارة. بصراحة انبهرنا في طريقة اعدادهم للخيام وللمكان انه مهيئ للتصوير المسلسلات التاريخية، تفاجأنا فيه، انبهرنا فعلا، عايشك الحقبة الزمنية الماضية في الزمن الماضي الجميل اللي كان له تاريخ طويل يعني امتد إلى اليوم إلى هذا الحاضر. أمام هذه التفاصيل يحرص المعجبون على توثيق محطات زيارتهم ولحظاتها خطوة بخطوة. يقدم المكان سياحة من نوع مختلف، لا يسافر الزائرون خلالها عبر الزمن فحسب، بل يتعرفون على تاريخ من الثقافات فيه الكثير من الصور المشتركة بين شعوب المنطقة. ففي السنوات الأخيرة حققت الدراما التركية نسب مشاهدات عالية في الدول العربية وفق شركات الإنتاج، وذلك يفسر سبب أن معظم الزائرين والمعجبين هنا هم من السياح العرب. منذ وقت طويل أصبح لدينا متابعون من العالم العربي، وأعتقد أن سر نجاحنا هناك هو أن المسلسلات التركية تعرض حياة المجتمع التركي وتقاليده، بما يكشف أوجه التشابه بين المجتمعين العربي والتركي. هذا بالإضافة إلى التشويق والإثارة التي تثيرها الشخصيات الدرامية بملابسها والموسيقى والديكور، حيث توجد تواصلاً قوياً مع المشاهدين. حديث يؤكده المعجبون بالموسيقى المصاحبة للأعمال الدرامية المتنوعة. لما تشوف المسلسل تشوف الموسيقى التصويرية، تشوف الانسجام اللي بين الممثلين، يعني هذا اللي شدني صراحة، والديكور. والحين لما زرت الموقع صراحة بعد انبهرت، يعني شفت الحقائق اللي قاعد أشوفها بالتلفزيون يعني. وبالنسبة للموسيقات اللي نسمعها حقيقة، اللي عمل الموسيقى التصويرية عملها مع المشهد، يعني حس المشهد فعمل الموسيقى اللي تعطي قوة للمشهد نفسه.
لما تشوف المشهد تدري مثلا إذا مشهد عاطفي، إذا مشهد حرب، إذا مشهد في قوة. فالموسيقى حقيقة ماشية مع كل المشاهد بالضبط، يعني في مسار واحد. أما الزي التقليدي فهو واحد من عناوين جذب الزوار، فهذا المقهى أتاح للمعجبين اقتناء تذكارات متنوعة من أدوات عديدة استخدمت في الحياة اليومية لشخصيات المسلسلات التاريخية المختلفة. يستطيع الزوار قضاء الوقت في المقهى لتناول شيء ما، يستطيعون قضاء وقت طويل براحة تامة، ويستطيعون تفحص تفاصيل الأماكن التي عاشت فيها شخصياتهم المفضلة، بل ويتيح لهم ارتداء أزيائهم. أهم سبب لافتتاح المكان هو ليكتسب الزائر فرصة التفاعل مع القصة ورؤية ما وراء الكواليس وخلف الكاميرات. وهذا ما فعلته مروة في واحدة من محطات تجربتها. ارتديت هذا الزي لأني معجبة جدا بشخصية بالا هاتون، وأردت التقاط صور تذكارية. لقد أحسست بأنني جزء من المسلسل وأني من شخصياته. لا يمكن وصف التجربة بالكلمات. تتيح التجربة الفريدة اللقاء بين متابعي الأعمال الدرامية ونجومها. في العادة يرانا الناس عبر الشاشات، وعند رؤيتهم لنا هنا في موقع التصوير نرى ردات فعل جميلة ومشجعة، وهو ما يمنحنا الكثير من السعادة. في الرحلة ذاتها يدخل الزائر إلى قلاع وقصور، ويتجول في أسواق وشوارع وأزقة ملامحها وألوانها ضاربة في القدم، وكأنه سارح في خيال أحداثه في ذلك الزمان. محمد المشهراوي، سكاي نيوز عربية، إسطنبول. مع بدء موسم الاصطياف على سواحل بحر غزة، يبدأ العاملون في مهنة الإنقاذ البحري في تولي مسؤولية تأمين حياة مرتادي الشواطئ والبحر وتوجيههم لأماكن السباحة الآمنة بعيداً عن خطر التيارات البحرية التي تتسبب في حوادث الغرق. مراسلنا في غزة حازم البنا يطلعنا على كواليس مهنة الإنقاذ البحري. عند 8 صباحاً تتأهب أبراج المنقذين على شاطئ بحر غزة. نحو 100 برج مراقبة على امتداد الشاطئ يعتليها من يوصفون بحراس الشاطئ. يبدأ عملهم بمسح الأفق أمامهم لتفقد أحوال البحر، لينطلقوا بعدها لوضع الرايات المخصصة لتحديد أماكن السباحة الآمنة والخطيرة لإرشاد المصطفين ومرتادي البحر إليها قبل ازدحام الشاطئ بهم. أول شيء برنامج عمل المنقذ عندما بيبدأ صباحاً أنه يلزم في مواعيد العمل الساعة 8 صباحاً بيطلع على البرج، بيطلع على المنطقة اللي فيها موجود، بقوم بتجهيز الرايات الإنقاذ البحري، يتم توزيعها حسب المناطق الخطرة اللي ممنوعة اللي مسموح السباحة. طبعا المنقذ اللي لديه خبرة محط ما بيطلع على البرج بيعرف وين الأماكن هذه، وبتم توزيع الرايات. في هذا الصباح الباكر بدأ إبراهيم رئيس شعبة الإنقاذ البحري في بلدية غزة بقيادة مجموعة من المنقذين الجدد على الشاطئ لإعطائهم بعض التوجيهات والتمارين قبل مباشرة عملهم. وراء بعض طابور تمرين هيك خفيف، لياقة خفيفة، نصل بس 100 متر على السفيرة، جراية وراء بعض هولة خفيفة. هؤلاء المنقذون من فئة الشباب العاطلين عن العمل يخضعون للعديد من الاختبارات والإجراءات لإثبات مؤهلاتهم لمهنة الإنقاذ البحري قبل أن توظفهم وزارة الحكم المحلي والبلديات لخمسة أشهر بناء على بند التوظيف المؤقت. هنا داخل مقر وحدة الإنقاذ البحري يجري توقيع عقود العمل معهم بعد التأكد من استيفائهم كافة الشروط المهنية والقانونية.
أنا خريج أي تي، قدمت لفرصة عمل، لقيت على النت على صفحة البلدية لقيت فرصة عمل إنقاذ بحري، وقدمت وثبتت جدارتي في الاختبار، وهي ثالث سنة أنا بشتغل، وإن شاء الله بنكون على حسن ظن الجماهير وبنخدم الناس كلها إن شاء الله عز وجل. هذا الهبوط السريع من برج المراقبة ما هو إلا انطلاق لبدء مناوبة عمل رأفت وزميله، مهنة ترتكز على السرعة والتركيز واليقظة وحسن الإرشاد لحفظ أرواح المصطفين على شواطئ بحر غزة. أهم الشغلات لإنقاذ البحر اللي هو الانتباه، الإرشاد، وتكون منتبه على حالة الغرق. يعني صار معك حالة غرق في المكان اللي أنت مناسب فيه، تعلم الأبراج اللي حواليك بصافرة أو بالمخشير اللاسلكي، على أساس أنه لو كان الغرق جماعي يشاركك البرج الثاني، يكون عندك إسناد. مع ذروة إقبال المصطفين على السباحة، تبدأ عيون المنقذين بمراقبة سلامتهم من خطر التيارات البحرية المسببة للغرق، ثم توجيههم للمناطق الآمنة بالصافرات ومكبرات الصوت تجنبا لأي حادث طارئ. انصياع المصطفين لتعليمات المنقذين يمثل التحدي الأكبر لنحو 400 منقذ بحري منتشرين على طول شاطئ القطاع من الشمال إلى الجنوب. مع وقوع أي حالة غرق ينطلق المنقذون من أبراج المراقبة بسرعة الريح نحو البحر لنجدة المستغيث، فهنا علق أحد الشبان في تيار بحري جذبه بعيدا عن الشاطئ. في موقف كهذا عادة ما يفزع المصطفون والمنقذون على الشاطئ، لكن ما حدث هنا كان اختبارا ميدانيا مفاجئا من المشرفين على أداء المنقذين. يعني بالنسبة لهذا الغرق بدأت تخف يعني تقريبا 70%. يعني خلال فترة الأعوام السابقة كانت الأمور صعبة جدا، لأنه الناس فيش عندها إدراك وعي أو الناس مش متدربة للسباحة، لكن هناك في إقبال كبير على تدريب السباحة من مؤسسات حكومية أو مؤسسات خاصة. هذه الأمور هذه ساعدت كثير على تقليص حالات الغرق بشكل كبير. تعد الجولات الميدانية للمنقذين على الشاطئ أحد المهام الرئيسية في عملهم، فمن خلالها يرشدون المصطفين بشكل سريع وفعال لأي خطر مفاجئ للتيارات البحرية المتغيرة. الجولات الميدانية عندنا في الإنقاذ البحري، إحنا بنكون على الشاطئ يعني أغلب الأوقات كل وقت بسيط بنكون اثنين بمشطوا على الشاطئ، فبكون الناس مع التيارات البحرية. ارتداد الناس لما بتسبح للتيارات بتاخذها مثلا سواء باتجاه الشمال او باتجاه الجنوب حسب نسمه الرياح، فاحنا بنرشد الناس في المكان المناسب، ولما بنكون على الشط لو لا سمح الله صارت حاله غرق ولا حاجه بكون اسرع والانتباه اكثر، بنكون في احضن الناس بين الناس. يعني ان تجاهلك احد فلا تتجاهله انت، هكذا ينص احد قوانين الانقاذ البحري التي يلتزم بها المنقذون على الشاطئ رغم ما يواجهونه من تجاوزات بعض المصطفين بسبب عدم الالتزام بتعليماتهم الميدانية أو السباحة في غير أوقات دوام المنقذين. في بعض المعوقات، لأنه أنت بتعرف أنه مش كل الناس بالعقلية كلهم بعقلية واحدة، في من الناس اللي بتستجيب لنا وفي من الناس اللي ما بتستجيبش، بس بقدر المستطاع احنا كمنقذين وكمشرفين بمدال انت بتتعامل مع جمهور لازم تتعامل مع الكل. الخطوره تاعت عدم التزام الناس اللي هي بعدم التزام بمواعيد السباحه. مواعيد السباحه كما حكينا احنا انه بتبدا من الساعه 8 صباحا تنتهي حتى الساعه 8 مساء. عدم في بعض المواطنين ما بيلزم بالمواعيد هذه، بيجي بصلاة الفجر بيجي بيسبح بيصير غرق، وصار غرق وصار ضرر كتير على أبناء شعبنا من عدم الالتزام بمواعيد السباحة. رغم هذه التجاوزات يؤمن الكثير من المصطفين بأهمية دور المنقذين على الشاطئ، فالكثير منهم يتعمد السباحة في جوار أبراج المراقبة التي يتمركز أعلاها المنقذون للاطمئنان على سلامة أطفالهم من حوادث الغرق. أنا ما باجي هنا إلا لما أكون في قبالي منقذ بحري، لأنه هنا بشعرنا بالأمان، لأنه يعني بياخدوا بالهم أكثر مني على أولادي هم في البحر. أنا يعني من حد ما أجيت كنت خايفة على أحفادي وعلى أولادي، صراحة يعني المنقذين قاموا بواجبهم، مجرد ما يبعد الطفل على طول بيزعقوا بيسفروا،
وبيطلعوهم، يعني لما بيبعدوا كثير بضلهم انه وراهم انهم يطلعوهم، ما قصروا. الى جميع العائلات بالاستراحه، دوام الموقفين انتهى، وبعد هيك مش ولا موقف على الشط، واللي بيغرق بيتحمل مسؤوليه نفسه. ومع قرب الثامنه مساء ينطلق هذا النداء من المنقذين عبر مكبرات الصوت، معلنا نهايه يوم عمل في مهنه عمادها الالتزام والوفاء والتضحيه من اجل سلامه الاخرين. حازم البنا، سكاي نيوز عربيه، غزه. كانت هذه حلقتنا لهذا الاسبوع من برنامج من هناك، نلتقي في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.